الشمس يلا والنبي مش عارف اتاخر اكتر من كده. عيوني بعدين براحتك، الحلو اتاخر الكل يستناه. صباح الجمال باشا. اتأخرت عليك؟ شوية. عادي الحلو يتأخر والكل يستناه. سونس بتاع الأكل قال لي كده. والله؟ سونس قال لك كده؟ أنت غيران مثلا؟ لا مش غيران، بس عايز أعرف سونس بتاع الأكل قال لك إيه على القضية؟ تحب ترجعي له يكتب لك المذكرة بالمرة؟ لا مش هيعرف يكتب. يعني لو يعرف كنت رحتي له. ها؟ انت عارف ان انت الوحيد اللي يعرف يكتب المذكره دي. وايه كمان؟ عايزك تتطري من الكلام ده الفتره الجايه. ماشي.